حاولت يا دكتور تعملوا الرود شوز اللي بتحصل في الدول كلها؟ يعني الدول بتنزل تلف من قريه لقريه وتخبط على باب باب. عملتوا ده؟ اتعمل بس على كان بايلوت وكان في او يعني تجربه واتعمل في محافظه واحده وما اتكررتش. ما اتكررتش؟ اه. ليه؟ ما كانش في تمويل. مفيش تمويل. اه. لان انت بسبب ان هو الميزانيه مجهده. الميزانيه مجهده دي حاجه، والحاجه الثانيه هو يعني انا بتكلم على المجلس القومي للسكان، مش من دوره ان هو يعمل حاجه تنفيذيه. اه طبعا. احنا بنخرج بخطط وسياسات وبحوث ودايركشنز او اتجاهات للدوله في قضايا السكان. لكن اللي احنا عملناه كان بمعاونه ناس تانيين، يعني اجهزه تنفيذيه اخرى، واتعملت مره واحده واتعملتش تاني. اتعملتش. هي الفكره حضرتك، هي احنا هو المفروض التوعيه تبقى بكل البلاتفورم الموجوده، كل المنابر الموجوده تشتغل في نفس الوقت على هي رسائل محدده. الرسائل ديت استدامه هذا البلد لو في ظل الاوضاع الراهنه وعدد والانفلات السكاني اللي احنا فيه، احنا بنخسر كتير. احنا لغايه 2050 اللي هو خلاص فاضل 20 سنه هنزيد 50 مليون. 50 مليون؟ 50 مليون. ده مش هيلحق لا شقق ولا مستشفيات ولا هيلحق ولا اكل. سوري معلش. هناكل منين؟ وبعدين حضرتك احنا بنتكلم على زياده الاسعار، طب ما هو الطلب عالي والانتاج زي ما هو. اه. فلازم نشتكي من الاسعار بتعلى والمرافق الخدمات بتعلى. فده كل ده تطور عشان اعداد السكان بيزيد. طب خليني يعني حضرتك بتعمل الاستراتيجيات وبتحذر، واكيد وطبعا انت شايف ان في على الاقل في طفره نوعيه محاولات مختلفه، اولا سد الاحتياج. نعم. اللي كان قائم وبشكل كبير. صحيح. ثم التوجه الى الصحه علشان المجموعات دي كلها. لو انا جيت النهارده وقلت لك بدل ما هطلع الوجبات المدرسيه ب 7 مليار او ب 8 مليار، انا هديك انت ال 8 مليار دول مثلا لمده سنتين، انا عايز عدد السكان في مصر مش يقل، انا مش عايز يقل، انا عايز توصل لمرحله ان النمو السكاني في مصر ينخفض الى المعدلات الامنه. اه طبعا ينفع. ما ينفعش ليه؟ ينفع. اه طبعا. انا اقول لحضرتك مثال واحد بس. مراكز تنظيم الاسره اللي احنا بنتكلم على خدمات تنظيم الاسره، لو بنتكلم عليها احنا عندنا 5600 مركز او مكان بيقدم خدمات تنظيم الاسره. تمام. طيب احنا عندنا فيه على الاقل 1000 مكان ما فيهوش طبيب. طب ما نجيب اطباء، يعني يبقى عندنا توفير الخدمه وتوفير التوعيه وتوفير نشتغل على الارض بقى. فممكن طبعا. بلا شك ممكن. بلا شك ممكن. اه طبعا.